السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أم ميار لتفسير الأحلام. بشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة، وبشكر جدا 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 كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة. أحبتي في الله، ياريت تشتركوا معايا أكتر وتتواصلوا معايا أكتر، عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى. النهاردة هنتكلم عن رؤية الامتحان للرجل المتزوج وللشاب الأعزب في المنام علامة تدل، وكمان للرجل المطلق في المنام علامة تدل. ده اللي هنعرفه النهاردة، بس بعد ما نصلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بالنسبة للرجل المتزوج، لو شاف في منامه ان هو بيحل امتحان ودخل الامتحان وبيحل الامتحان، هنا بيدل على ايه؟ بيدل على ان هذا الرجل عنده تحمل للمسؤولية، وان هو بيحل كل المشاكل وكل العقبات اللي بتقابله في حياته الزوجية وكمان حياته العملية، وانه عنده المقدرة على حل كل هذه المشاكل. في ناس منا ما بتقدرش تقدر تحل المشاكل بتاعتها، ولكن في رجال متفوقة في حل المشاكل الزوجية، وكمان في حل مشاكل أصدقائهم، في حل مشاكل حياتهم الأسرية بين الوالد والوالدة وبين إخواته. بيبقى في عندها ناس عندها الحكمة والموعظة لحل هذه المشاكل. لو شاف الراجل او الرجل في منامه ان هو بيقدر ان هو يحل هذه المشاكل، ده دليل على تخطي الصعوبات والمشاكل اللي بتواجههم. كمان للشاب الاعزب، لو شاف في منامه ان هو ناجح في حل المشاكل، في حل الامتحان، وشاف ان هو بيحل الامتحان بتفوق وبنجاح، ده دليل على تفوقه ونجاحه في، لو كان بيدرس يبقى يتفوق في دراسته، لو كان ان هو في زواجه يبقى هيبقى الزواج زواج ناجح، لو كان في عمل وبيتقدم لعمل يبقى ان شاء الله باذن الله هيكون من الاوائل المتقدمين الى هذا العمل وهيقبل بامر الله تعالى. كمان بالنسبة للرجل المطلق، لو شاف في منامه ان هو بيحل الامتحان، ده دليل على ان هو الزوجة اللي هو هيختارها بعد كده هتكون زوجة صالحة معاه، وان هو هينجح في حياته القادمة ليه بالنسبة للزواج او بالنسبة للعمل او بالنسبة لحل مشاكله الأسرية بأمر الله تعالى. طب بالنسبة للرأي او للرجل او للشاب الاعزب او للرجل المطلق، لو شاف في منامه انه هو مش قادر انه يحل الامتحان، او في حيرة في حل الامتحان، هنا بيدل على ان في موضوع ما في حياته بيشغله، وانه هو متحير في الامر بتاعه، وانه هو هنا غير قادر على اتخاذ القرار السليم، يعني هو في حيرة في امره. فلو شاف في منامه انه هو محتار، ده دليل على الموضوع اللي بيخصه في الوقت اللي شاف فيه الحلم، وعنده ان هو مش قادر ياخد القرار السليم فيه، وعليه انه هو يستخير الله ويستخير بعض الاصدقاء يحاورهم في حل المشكلة اللي هو بيبقى فيها. ده كانت برضك بالنسبة للرجل المتزوج وللشاب الاعزب وللرجل المطلق. طب لو الرجل المتزوج شاف في منامه انه هو في الامتحان، بس اللي اتأخر على الامتحان او فات وقت الامتحان، ده دليل على انه هو في الوقت ده برضك في موضوع ما او في حاجة كان هو المفروض يتخذ فيها القرارات السليمة، ولكن سوف تضيع منه الفرص ديت او الفرصة اللي جاياله بسبب انه هو عدم اتخاذ القرار السليم ليه، وان هو بيضيع فرص كتير جدا، ان اللي بيشوف نفسه ان هو بيتأخر في الامتحان او ان هو مش عارف يحل الامتحان خالص، ده دليل على ان هو بتفوته فرص كتير جدا في حل مشاكل ليه في حاجات كتيرة جدا، او بتفوته فرص عمل، او بتفوته فرص في مشاريع كتيرة، وان هو بيتأخر في التفكير عنها.
ده بالنسبة لرؤية الامتحان للرجل المتزوج والرجل المطلق وللشاب الأعزب في المنام. بشكركم جدا على حسن سماعكم، وياريت تدعموني بلايك وشير للفيديو، وأي حد عنده استفسار عن أي حلم يبعتولي في التعليقات، وأنا إن شاء الله بإذن الله هرد عليه. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.